صلاة الجنازة. الله أكبر. وسيم حسن عبد الله قريب 20 جبل الزاوي 21/3/2013 استشهد في معارك التحرير في خان طومان. الشهيد وسيم حسن عبد الله 21/3/2013. الله أكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد وسيم حسن عبد الله 21/3/2013 قريه بلشون جبل الزاوي استشهد في معارك التحرير في خان طومان بريف حلب. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. صلاة الجنازة على الشهيد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمه. اللهم تقبله عندك من الشهداء. ارفعه اللهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وارحمنا اللهم إذا صرنا مصيرا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم أهلك القتلة المجرمين. اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظائم سطوتك. اللهم شدد شملهم وفرق دمعهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم. اللهم أحصهم عددا وفرق بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. وخص عبدك هذا بالرحمة والرضوان يا رحيم يا رحمن يا الله يا رب العالمين. تقبل اللهم منا وقبلنا وعافنا وعفو عنا واغفر لنا وله وارحمنا وارحمه بأسرار الفاتحة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.